نترككم مع أخبار الخامسة مساء. ورد بلاغ للنائب العام على وجود رجل يبيع ماء بوله للناس على أنها طاهرة وبها كرامات. والأغرب من ذلك أن بعض الناس الذي استشفي بماء بوله قد أصابتهم البركة من هذا الماء. الله على بركاتك يا شيخنا، الله على بركاتك يا شيخنا، بركاتك يا شيخنا. في ايه يا اد مالك مستغرب وقرفان ليه كده؟ ايه اول مره تشوفني بتبرك بميه الشيخ ولا ايه؟ هي ميه ايه يا حاج؟ دي ميه مبروكه من وضوء الشيخ البربري رضي الله عنه. طب وايه الريحه اللي طالعه منها ده يا حاج؟ ريحه ايه يا ولد؟ مفيش ريحه ولا حاجه، ريحه وحشه يا حاج. الواحد مش قادر ياكل العنبه. اخرج جاك وجع في قلبك، دي ميه مبروكه. مبروكه مبروكه ده يا حاج وانت مش شامم الريحه؟ لا انا من ساعه ما جبته وشربت نصه والبركه حلت على مناخيري، ما بقتش شامم حاجه، حاسس بالبركه بس. طب يعني جبتها منه ازاي دي؟ رحت زي الناس وقفت في الطابور. وهو عنده طابور؟ طابور هو طابور بعاجل، ده عنده امم يا ابني، امم من كل الاشكال والالوان. ماشي وبعدين؟ وبعدين ايه؟ جه عليا الدور، خدني ودخلنا الاوضه. خدك ودخل الاوضه؟ يا حاج الكلام ده استنى بس ما تفهمنيش غلط. طب ماشي كمل يابا. دخلنا الاوضه، هو دخل ورا الستاره وسمعت صوت الميه بيطرطش، وبعد كده اداني الجزازه دي وقال لي دي تكفيك سنه، فكنت انت شاربها كلها. انا بقى مستعجل شربت نصها. الله يجرفك انت والشيخ بتاعك، انا هقوم ارجع الفنجان اللي انا واكله دي. اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحبحانة في كل مكان، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي المشاهدين لنا ولكم لقاء مع معجزة جديدة وكرامة جديدة مع أتباع المتصوفة ولكن في بلاد الغرب. عزيزي المشاهد، والغرض من رفع فيديوهات زي كده ونوريكوا حاجات زي كده وان الناس بتتبرج بقدم الشيخ، مش الغرض ان انا اوريك فيديو وخلاص، وطبعا السخريه من الافعال وليست الاشخاص، والغرض ان احنا ناخد عبره ونتعلم حاجه جديده ونعرف اصل الحاجه دي جت ازاي. وبما ان التصوف قائم على الكرامات والتبرك وطلب الحاجه من غير الله، ومع مرور الزمن وتكرار الطريقه وابتعاد العباده عن اهل السنه والجماعه، بتبدا النصابين يستغلوا الناس بالكرامات والتبرك عشان كسب المال. وطبعا بعد استجابه جمهورنا الجميل ومتابعينا الكرام ان اي حد يعثر على فيديوهات زي كده يبعتها لنا على طول، فاستجاب لدعوتنا الاستاذ عماد زيدان صاحب قناه افهمها وانشرها لصيد السمك. عزيزي المشاهد الجميل، قبل ما نشوف الفيديو كامل تعالوا نقترح على بعض شوية اقتراحات يمكن نعمل زيهم ونكسب فلوس، ونشوف ازاي الناس دي تقدر تنصب على الناس بالطريقة دي. لا واحط رجلي فوق دماغه وكب مية واقنعه ان دي فيها بركة. بس يعني لو فكرت ان انا انصب على الناس اقنعه ازاي ان انا اعمل كده؟ معقول هلاقي حد يوافق؟ فانا مثلا لو عملت طريقة مثلا وسميتها الطريقة البحبحانية، على ما اظن اقدر اقنع الناس ان هو مثلا يلبس كده زي البهلوانات، ودي الطريقة الكركرية، وممكن برضو اخليه يرقص كده. اللبس كده هنقول له ده نوع من نوع التقشف، مع ان الدين ما امرش بكده بس ممكن اقنعه بكده. انا معاك في الطريقه دي يا باشا. بالنسبه لللبس كده كده هدومنا مقطعه، بس عندي استفسار، يعني التنطيط ده هتقنعني بيه ازاي يعني؟ لا بالنسبه للتنطيط سهل جدا. الجماعه المتصوفه بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بشر احد الصحابه بخبر جميل، فالصحابي من فرحته بدا يحجل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول لك كده يجوز ان احنا نتنطط ونجعلها عبادة، فهو من السهل هيستطيع ان هو يصدق على طول. وطبعا انا مش عبيط ان انا اقول لهم بقى واعرفهم الحقيقة ان اللي حجل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولنفترض ان القصة صحيحة مثلا وان موضوع الحجل ده حصل فعلا، حجل من الفرحة وما جعلهاش عبادة، يبقى كده قدرنا نلبسهم في الطريقة بتاعتنا لبس اراجوزات
وتنطيط زي القرود. فاضل الطريقة التالتة اللي هي الذكر، يقولوا مثلا كده. وهقنعهم برضو ان ده ذكر يعني، انما بصراحة ما عنديش الفكرة ان انا اقول له تبرك بمية الوضوء كده. مشاهدينا الكرام، ده اول جزء في الفيديو، فاضل لك جزء او جزئين ثلاثة يعني، الموضوع كبير. دول اول زبونين، يغسل رجله الشمال على دماغها ويقوم غسل وشه على الدماغ وهي واخد بالك. وطبعا الناس دي وصل لها التصوف متأخر، فالحمد لله دخلوا في الاسلام، بس ناصلهم حاجة اللي هي التبرك، فيجيب لك الشيخ، فلو مات الشيخ يمسك ابنه، وزي ما كان بيعمل ابوه يعمل ابنه. وانا واثق 4.5% ان هيطلع ناس تدافع عنه وتقول لك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في حد تبرك ببول النبي، وانا بقول لك اهو صاحب قناة البحبحاني. قصة ام ايمن اللي ماسكينها لنا المتصوفة بموضوع التبرك قصة بطلة وما حصلتش اصلا. المذكور في القصة المكذوبة ان هي فكرته مية فشربته، شغل البصلة بقى واخد بالك يا محترم. انما الدجال ده عاملها مهنة، او اللي كانوا بيتبركوا بجزمته، وبقول لك جزمة الشيخ فيها شفاء للناس. انا بقول نعلق على الفيديو كده عشان ننفض ونخلص. عندك واحد، انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين اللي قاعد تحت واللي قاعد فوق. يعني اللي اعتقد انا في التبرك ان انا اروح للشيخ اقول له ادعي لي بس، والله اعلم ان كانت الدعوه تستجاب ولا لا غير كده. انما اروح لواحد قاعد على كرسي حديد ولابس شمشم بصبع وبيغسل رجله الشمال ولا اليمين، هي مش هتفرق الشمال من اليمين يعني، بس الواحد مستغرب يعني. واقعد لا وعنده اللمس الرجاله والحريم عادي ما بتفرقش معاه، الاثنين شبه بعضيهم يعني. وواحد بيصب عليه يحط هنا يحط هنا، هو يا عم انت ما بتعرفش تكب دي كب ياما، يكب على الدماغ تبرك برجله. طب ما رجله الثانيه كده ما زمان فيها حاجات تانية المفروض يغسل يعني، هتلاقي واقع منها بركات كتير، بس معرفش ليه يعني مقتنع برجل واحدة. على فكرة المتصوفة لو يعرفوا ان التكنولوجيا هتوقف حالهم بالطريقة دي، ما ان انا ارد عليه وكده ده وقف حال، ده مش في الدين اصلا. فاغلب مجالس التصوف ما كانوش بيصوروها ليه بقى؟ ما كانش فيه تكنولوجيا. فهم لو يعرفوا ان التكنولوجيا هتوقف حال التكنولوجيا ما كانوش صوروا بالتكنولوجيا، كان زمانهم دلوقتي. اشمعنى دي بوسها؟ اشمعنى بقى ايه؟ اشمعنى بقى ست كبيره، ست كبيره يلا عديها معلش انزلي اغسل يا باشا بص تعالى انت. طب اللي قاعده تحت رجلك دي معرفش ايه اللي في دماغهم يعني. انا ايه اللي في رجله؟ ايه اللي هيكون فيها ينزل على دماغي بركه يعني؟ ما مش عارف، مش متخيل ابدا يعني، مش متخيل. عادي عنده ويغسل وشه. اشمعنى رجل ووش يعني؟ ليه مش كوع؟ بيمدح الاله بتاعهم. خلاص يا عم، خلاص يا عم، هيغسل هيديك ميه زياده يعني، اديك ميه زياده. يركع حط رجله تحت. ده يا اخي ده الاسلام دي. اقول لك ايه بس، اقول لك ايه بس، سبحان الله، سبحان المعز المذل، سبحان الله. سلم عليه. لا ده خلاص، ده سلم يعني غير ده، وهيغسل له كمان، ده خد كرامات زيادة عن الناس. وطبعا زي ما قلت لكم ان الدجالين دول بيستخدموا الجن في السيطرة على عقول الناس. وبما اننا لسه في دول الغرب، تعال نشوف قائدة صوفية، واحدة ست صوفية كانت بتستخدم الجن عشان تسيطر على الحاشية اللي تحت رجليها. تعال شوفها بتقرأ القرآن ازاي. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عشان بس تعرف انك من غير الجن او
او حاجه زي كده ما تقدرش تسيطر على عقول الناس. زي ما قلت لك، انا اقدر اقنع مجموعه من الناس ان هم يلبسوا هدوم مقطعه او يتنططوا باسم الدين يعني، انما بصراحه ما عنديش الفكره ان انا اقول له تبرد بميه الوضوء كده، اغسل رجلي على دماغك، صعبه صعبه يعني.